جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يبيع السلعة بخمسة أضعاف القيمة الأصلية لها؟ ما يجوز هذا، لا يجوز إلا يبيع بسعر السوق، ما يجوز يبيع إلا بسعر السوق، بما تساوي في السوق، ولا يغرر بالناس وينتهز فرصة المغفل واللي ما يدري ويضاعف عليه القيمة أكثر مما في السوق. ما له إلا ما في السوق، ما تساوي في السوق. نعم.